روى من يتغازل لكم الصبح ما يحكي، بس يحط لكم اغنيه تخليكم هيك هي مطربه. الله، انت مدير ماركتينج، خليكم كل من بمنصبه. راح ابكي. لا ابكي اوكي، بس غني لا. وين فريق العمل حاليا؟ وراوي يضيفهم شاي. عاده انا اللي اجهز الكاميرات واللايتات للناس، اليوم انا مدلل. اول سؤال راح اجاوبهم، شو هالشعر الحلو، شو هالطله الحلو على المسرح. يمكن رواء وهبه لو قايلين لهم لو اي ورا زواجكم 24 ساعه راح يكون في بيتكم ويوميا جايب لكم فريق مال تصوير، يمكن اصلا ولا يتزوجون. كان قالها هبه تدرين شنو، خلينا اخوان احسن. شلون تحضيراتك؟ ما ادري قاعد اكثر سياسات اسوي انترفيو. انا اسمي قضى يرقص. هلا ماشيين وين الساهي، بلشوا يصورون، وطبعا كلش فرحانين له، يستاهل كل التوفيق. يلا لوي، شد حيلك. هذا ام الاسئله اجت، ومولوده بلندن وتحكي عراقي احسن من عندي، بس تقول يعني انه العراقي مالتي از بروبر. اوكي اقول لك كلمه، السؤال مني شوي صعب يترجم. اذا الفيديو فكاهي طبعا لازم اكتب الفكره وافكر. انت يا حاليا هاله دا تتلوك. يلا I'll see you tonight. Yeah. Well done. You did a really good job. Thank you. Thank you. So proper. Thank you. Have a good day. Bye. العراقي مالتي بروبر. شكرا راوي، شكرا هبه، هذا افضل مكان تقدر اصور فيه. ثانك يو. التصوير الاول خلص اللي هو اللغوه، وهسه بعد راح تجي اللقطات الفنيه لازم اصورها بدبي. هذا اليوم جميل وماكو اي سبب يخليكم ما تصيرون دقه شرعه خفه حراره. حلقه. هسه قاعدين بالسياره حاليا، السياره ذا تصورني منها، واخونا العزيز يصورني منها، ووصلنا الى سوق الذهب، راح نصور كم شغله هنا، واهم شيء راح ناكل. هاي جايز. الشباب قالوا لي شنو ارقى مكان نقدر ناكل فيه بسوق الذهب، جبتهم هنا بحيل صدر انه انا اعرف هذا المكان، هاي اول مره جاي اكل بهذا المكان. ف فهسه رايحين، يمكن اللفة خلصت لأن طلبناها قبل نص ساعة تقريبا. جمهوري حاليا والكاميرا، الأكل إجا هسه، لفة فظيعة، بيضة وجه، بس المشكلة هسه إنه أردق للشباب كافي خنطق لنا غفوة ونكمل باكر. من يجون الناس يسألوكم على قصة حياتكم، كاميرات قدامكم، مايكروفونات، وانتم دول الناس ما تعرفوهم، تحسون بأهمية الرسالة اللي انتم تنشروها واللي خلت دول الناس يجون يسألوكم على قصة حياتكم. هذا شيء يعطيني الطاقة انه استمر اكثر، وهذا الشيء بجهودكم طرطع طرطع طرطع، يعني ماكو غيرها. فيلسوف فيلسوف. تحية لكل من يشر ملابسه على الحائط، لان هو هذا ارقى منظر واحد يقدر يشوفه بالشارع. ممكن ناخذ هذا؟ تكلم عربي صح؟ نعم. شو اسمك؟ ولد. من وين؟ صوماليا. يا هلا باهل الصومال واهل. ممكن اقعد هنا بس ياخذون الفيديو؟ باوع. راح اسوي لك سبسكرايب على قناتي. اوكي. بس من انزل فيديو تحط لي لايك ان شاء الله، وشير وشير وسبسكرايب كله. اوكي يلا. احساس غريب انه واحد يسوي فولو لنفسه على صفحته عد الناس. يلا باي باي شباب. بنفس الوقت جاي اخلي الشباب يشوفون دبي، اكو منهم ما ساكنين هنا واول مره يجون هنا، فجاي اراويهم المنطقه اللي الناس ما يقدرون يشوفوها على الانترنت، المنطقه اللي دائما مظلومه بس هي من احلى المناطق اللي هي الديره. وضع حياتي العاطفيه حاليا، هذا المكان يعني لي هوايه، لان اول ما بلشت على السوشيال ميديا اكو هواي ناس ما يعرفون، بلشت على سناب شات وكنت امشي بالشوارع واحكي ويا الناس، انصب عليهم، اتشاقى وياهم. وبعدين شوي جت الافكار مال انستغرام ويوتيوب، بس هذا المكان كانه بيتي. المشكله ما اقدر اجي سوق الذهب اذا ما اروح مجرات بغداد، لان بعدين الرواد يشوف الفيديو ويقول انت ليش ما اجت المحلي. ف احنا بسوق البهارات هسه، وارد اعطس هسه، بس ما اقدر لان جاي اصور هسه.
ومثل ما تعرفون انا ما احب اعيد واسقل بالمناظر الحلوه، فلهذا مو دائما اجيبكم للعبره مال دبي اللي هي من احلى الاماكن بالنسبه لي. بهاي اللقطات انا ما اسويش لقطات، عندي اتغازل وياكم، فانتوا يعني بالتعليقات هم يعني ورده قلب بكيفه، يعني اللي ما يريد عادي ما راح انتقده ابد. استني راجع من السفر وما شفت اصورهم، راح يكونوا عندي خطار وما عندي مشايل درهم وياي، فراح اروح اسحب على السريع حتى اعزمهم على عصير. العبره راح ترجع ديش المنطقه، فلازم استعجل. اوكي كوكلي كوكلي كوكلي. This is the coke. Orange. Just have mango. You can start there, G. This is for you. Oh, thank you. Legend. Cheers. Hello. Cheers. Yeah. وصلنا هسه. رجعت البيت على السريع، عندي كل شوية شغل وحاضني أنا ما أستعملهن ولا أحتاجهن، بس حاطهن حتى على مود ساندرا أختي ما تحكي وياي. خلصت شغل وهسه راح أروح ألتقي باثنين كلش مشتاق لهم. سوق البحر هسه. ما اروعي هذا الزراقي في السماء الذي يتبقبق في النافوره المشعوله الان. واحلى الاجواء واطيب الاحباب، والكاميرا مغوشه على مود تفهمون ايش قد الرطوبه عاليه. باعوا راح اختفي، راح اختفي هسه. ريم انا اريد اخزن هاي الذكرى انه هذا اول فلوج ان تي في بدبي، وانا كلش سعيد انه انت جيتي. شكرا قايله شكلي هيجي وكلش سعيد. مو هاي رطوبه رطوبه. اتمنى لكم كل التوفيق انت وليد هسه. رساله جهه للمستقبلين، ذولا كان الجروب اللي كنت احبهم، هسه ما اعرف بعدني احبهم لا، بس قبل كنت احبهم. من قد ما حموش يعني انسان انيق، يعني باي مطعم يدخل متنسق ويل هذا الشرشف ماله. شو يسموه هذا؟ ريد بول سوري. يابا طلع تمر هندي. لو اي يستاهل الفوز؟ والله كل الشباب العراقي يستاهلون الفوز. الله كفو، عطوا يستاهل. يستاهل. عطى بوسه يستاهل. الله. كنا بمصعد هسه احنا لو لا؟ لا 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 مصعد لو لا؟ لا 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 اي بمصعد مصعد هلدا بشرفك. لا 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 تعاد فيني بحبي. هسه. باي. لا تجيب لي اسباب واعذار وتقول لي الانترنت معلق، ترى تقدر تضغط لايك اذا ما بيك حل تعلق. اشوفكم باكر.